السلام عليكم، كيفكم شباب؟ شو اخباركم؟ شو عاملين؟ شو مسويين؟ فيديو اليوم، اليوم التاسع من تحديات 14 يوم من تحديات الصيف، ايام الصيف. المهم عندنا اليوم التحدي بيحكي لك بدك تطلع في الدريفت بوردز اللي هي هاي الزلاجه وتعمل فيها 250000 نقطه. هي عشان تسويها بسرعه وتخلصها، هي يعني تحدي سهل تقدر تسويه يعني اصلا بغير هاي الطريقه. بس المهم روح على منصه السماس، روح على هي جبهه يعني ثانيتين بتكون عندها. المهم تروح تطلع بس بالمنصة، طلع كيف خلال يعني مرتين سويت فيها، كل مرة سويت فيها 800000 ومرة سويت فيها 400000 تقريبا وبس. وبنشوفكم فيديو جديد، لايك للفيديو وسبسكرايب، ومع السلامة، باي باي.